هاد 100 درهم ولات بحال هاد 5 دراهم. مدة الصلاحية ديالها ساعة فقط، ما تشري لك والو حتى كيلو ديال اللحم. ما عطيش هي ب 12 درهم 10 درهم سرقها، ما عطيش هي 12 درهم واش هي ياكلها 12؟ هذه راه تلاحد اللي تاكل فيها الشعب ب 12 درهم. اللي كان تيدي 2 كيلو ما عطيش ولا يدي نص كيلو، اللي كان تيدي 3 بصلة ولا يدي كيلو. مناش ما عندوش الجهد اليوم. انا مستعطي، انا ما تنديش، انا بنفسي انا مخضر ما نديش. ملي تنجي ندي الخضره تنصيب راسي غادي نديها في ريال، هي اللي غنصور 70 درهم ولا 80 درهم ولا 60 درهم غنصورها تنديها خضره. ما عندي والو والله، ما نديش كاع. خلنا ناكل على الخبز واتي، كل شيء غالي، اللحم غالي، الدجاج هو 20 درهم، بيبي ها هو بيبي اللي ما كانش تياكلو بنادم 35 درهم، والهبرة 60 درهم، بغيه باش ما يعيش الدرويش، ما كانش حاجة اللي رخيصة أبدا، اللي يقول لك شي حاجة رخيصة ها هو يدور ويشوف. بقاو علينا دير النية دير النية، وفاش درنا النية لقينا مطيشة وصلت 10 درهم، واللي قصتيها كتحرقك، درنا النية في الرياضة، وهما يزيدوا علينا قلال النية في المواد الغذائية. أنا بغيت نفهم حاجة واحدة، هادو اللي كينعسوا ويصبحوا زايدين في الاسعار شمن عذر عندهم؟ في الاول قالوا المازوت، قلنا عندهم الصح خاصلو بالمحروقات اللي دار لاباس عليه على ظهر المواطنين ينقص في الثمن، جلسوا شويه زادوا في الاثمنه مره اخرى، قلنا لهم علاش؟ قالوا الازمه الروسيه الاوكرانيه، قلنا ما فيها باس. ودابا هاد الزياده اللي زادوا هاد الايام على من غادي نحسبوها؟ واش على البرد ولا على شهر يناير اللي كان طويل وما بغاش يسالي بالزربه؟ انا بغيت غير نعرف كيفاش غيخدم المنطق في هاد البلاد هادي. واش لهاد الدرجه ديال الجشع وصلنا؟ واش ما بقاش الواحد فينا يحن في خوتو ويخاف الله؟ زعما اللي جاتو الفرصه يزيد، رخفوا شويه على المواطنين وخليهم حتى هما يعيشوا بكرامه. راه ما يمكنش القفه اللي كانت تعمرها 40 درهم اليوم تي ولات خاصك 400 درهم 500 درهم باش تعمرها. كاين حاجه واحده وهي اننا ولينا طماعين، وكل شيء باغي يدير لاباس عليه بالزربه، والحكومه والاحزاب للاسف كيتفرجوا، وبعد النقابات اللي كنتسناو بركتهم ونتسناو يدافعوا على المواطنين باعوا الماتش. اليوم تيا نحن امام ازمه في غلاء الاسعار متزايده، وكل ساعه كيجيبوا لنا تبرير. اليوم تيا راه مات لينا فاهمين هذه التبريرات، المواطن لم يعد يستوعبها، مات لي يستوعبها المواطن ومات لي تشرحها له. اليوم تيا الله يجازيكم بخير، اللي كنطلبوا هو تدخل صارم للتخفيف من حده هذا الغلاء اللي كاين اليوم تيا. اليوم تيا المواطن راه تقهر، وصلت فيه العظم وما تلقى دي صبر. راه الانسان الاثمنه في المواد الغذائيه وفي الخضر وفي الفواكه وفي السمك وفي غيرها من المواد الغذائيه كتزيد، والمواطن الاجره ديالو كاع ما كتزيدش، وايضا كاين الناس كاع اللي ما عندهم اجره وما خدامينش. حنا كنعرفوا البلاد ديالنا وكنعرفوا ازمه البطاله وازمه الشغل في مجموعه من المجالات. اليوم تيا الله يجازيكم بخير، يجب ان نوضعوا واحد التصور، وخاص الحكومه تحمل مسؤوليتها، وخاص الاحزاب تحمل مسؤوليتها، وخاص النقابات تحمل مسؤوليتها، وخاص المؤسسات الدستوريه اللي يمكن تتدخل خاصة تدخل، لا مجلس المنافسه ولا غيرها من المجالس. اليوم تيا قلا خاصو يقوم بالدور ديالو، والا رانا كندفعوا المواطن لواحد الازمه خطيره جدا اللي نحن مانا قادين عليها وعيينا منها والمواطن عيا منها. واليوم تيا المواطن راه كنقولها وكناكدها والله العظيم كنقولها وبكل صدق بكل صدق وبكل موضوعيه كنقولها، راه المواطن وصلت فيه العظم. حنا راه كنتكلموا بحرقه وكنقولها وكنعاودها كنتكلموا بحرقه على هاد البلاد هادي، وكيبقى فينا هاد الشيء اللي طاري. اليوم تيا حنا بغينا البلاد تغير، وبغينا المفاهيم تغير، وبغينا المنطق يتغير، وبغينا الحكومه تتحرك، وبغينا الاحزاب تتحرك، وبغينا البرلمان يتحرك، وبغينا النقابات تتحرك باش تحاول تخفف من هاد الازمه على المواطنين. خصوصا اليوم تيا حنا كنعيشوا واحد البرد قارس، والله يكون نعاون الناس اللي في الجبال واللي في المناطق البارده اللي كل مره كتعاود الازمه ديالهم وما كنلقاو لهم حل، وكنديروا حلول انيه وحلول مستعجله، ولكن ماشي حلول على الامد البعيد. ما عندنا استراتيجيه، ما عندنا تصور للاسف الشديد. هذه السياسات العموميه اليوم تيا راه كنقولها وكناكدها سياسات فاشله. المجالس المنتخبه خاصها تتحمل المسؤوليه ديالها، النخب السياسي خاصها تتحمل المسؤوليه ديالها، اللي في المكان ديالو خاصو يتحمل المسؤوليه ديالو. تحياتي لكم والسلام عليكم.